في الفيديو ديال البارح كنت هضرت على البرينسيب سيونتيفيك كيفاش العدد ديالنا كيتخلقوا، يعني العدد ديالنا كيفاش كيتكتسبوا، كيفاش الدماغ ديالنا كيكري هو العادات. كنت هضرت على ديكلونشور روتين ريكومبونس اللي كيتسمى دي ار اف، ولكن بزاف الناس سولوا قالوا كيفاش هاد الناس عرفوا بلي راه عندنا هاد البرينسيب، شنو هما التجارب اللي داروا. دونك هاد لا فيديو غادي نجاوب فيها على هاد لا كيسيون. دونك كاين بزاف ديال التجارب اللي داروا على الحيوانات، منهم القروده ومنهم الفيران. ناخذ مثلا التجربه ديال الفار. دونك التجربه ديال الفار شنو هي؟ هو عندنا واحد لابيرينت، عندنا واحد المتاهه اللي محطوطه في الارض، بيسكو الفار غير صغير، وفي هذيك المتاهه كاينه واحد الدخله، يعني كاين واحد الباب، وفي الوسط ديال المتاهه كاين واحد المرصود فرماج، كاين واحد القطعه ديال الفرماج الوسط. دونك التجربه شنو هي؟ التجربه هي انه كنحطوا الفار قدام الباب ديال المتاهه، كيتحل الباب، كيتسمع واحد الصوت، الفار ديك الساعه كيدير واحد السلوك، كيدير واحد التصرف، بحال مثلا التصرف اللي دار الاول ودخل المتاهة. ملي دخل المتاهة بقى كيدور كيدور، كيمشي هنا كيخرج من هنا كيدور من هنا، سير على اليمين سير على اليسار رجع للور سير لقدام، وبقى حتى في الاخر وصل داك المرصود فرماج وكلاه. بقى كيعاودوا التجربه بزاف 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 ديال المرات، يعني كيرجعوا كيحطوا قدام الباب، كيتحل الباب كيتسمع الصوت، كيدخل هو كيبقى يخربق يخربق حتى كيوصل للمرصود فرماج، كيعاودوا 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 بزاف ديال المرات. وهما كيديروا في التجربه داروا دي زيليكترود في لو سيرفو ديال ولا في الدماغ ديال هذاك الفار باش يشوفوا النشاط ديال الدماغ ديالو ديغون هاد ليكسبيريونس. دونك شنو لاحظتوا؟ شنو الحاجه اللي خرجوا بها؟ هو انه في الاول ديال التجارب شنو كان طاري في النشاط ديال الدماغ ديال هاد الفار؟ كان كيدير واحد المجهود كبير، وهذه شي حاجه اللي طبيعيه، حيت في الاول الفار اول مره كيدخل لابيرانت دونك ما عارفاش كيفاش دايره، كيبقى يفكر واش غنمشي على اليمين واش غنمشي على اليسار، وحط غير بلاصتك بلاصتو، راه تلاحظ باللي ضروري ما يكون واحد ليفور. ولكن في التجارب الاخرى لاحظتوا باللي هذاك النشاط هبط بزاف، بمعنى بحال قلتي هذاك الفار حفظ الطريق، ولا ان فوا كيتحل الباب كيتسمع الصوت كيدخل ديريكتومون كيمشي لذاك المرصود فرماج، ما كيتعطلش وكياكل. وراه هذه شي حاجه اللي طبيعيه، مع لا ريبيتيسيون كنحفظوا الطريق كنحفظوا بزاف ديال الحوايج. ولكن الملاحظه الثانيه اللي لاحظوا هي اللي غريبه واللي هي لا تخرج لنا البرينسيپ ديال تي اخ اخ. شنو هي الملاحظه الثانيه؟ لاحظوا باللي في التجارب الاولى في النشاط ديال الدماغ ديال هذاك الفار كان عندنا واحد البيك، كانت عندنا واحد الطلعه في الوقيته اللي كيكون فيها كياكل الفرماج. ملي جاو كيبحثوا لقاو باللي هذيك الطلعه ولا هذاك البيك السبب ديالو هو الافراز ديال هرمون الدوبامين. شنو هو الهرمون ديال الدوبامين؟ الهرمون ديال الدوبامين هو هرمون السعاده، ولا جينا بغينا نفسروا فغنلقاو باللي ساعه وثاني سي لوجيك، حيت بما انه كياكل الفرماج الفار راه عزيز عليه الفرماج، دونك راه غادي يكون فرحان، يعني الهرمون ديال السعاده غيكون طالع. ولكن الغريب في الامر هو انه من بعد ما تعاود التجربه بزاف ديال المرات في التجارب الاخرى لاحظوا بلي الدوبامين ما بقاش كيتفرز حتى كيوصل الفار لذاك الفرماج وتياكلو، لاحظوا بلي الدوبامين ولا كيتفرز في لو مومون ديال كيتحل الباب وكيتسمع الصوت. واش كاين شي واحد الا حطيتيه في شي متاهه غادي يفرح؟ ما يمكنش، راك عطيتيه تمار عطيتيه العذاب ولكن فرحان. ملي جاوا يقلبوا لقاو بلي انه داك الفار ما بقى كياكل الفرماج ديما كياكل الفرماج ديما كياكل الفرماج ديما، ولات عنده فراسو واحد الحقيقه ديال انه راه ان فوا كيتحل الباب وكيتسمع الصوت راه كاين مرصود فرماج كيلكو باغ، وكيفرح حيت عارف بلي في الاخر غيلقى، وعاد واش ملي كيلقاه عاوتاني تياكلو وتتزاد عاوتاني الدوبامين. دونك هذا هو دي اغ اغ، ديكلونشور تحل الباب تسمع الصوت، لا روتين الفار دخل كيقلب على الفرماج، لا ريكومبونس كلا الفرماج. دونك ملي كلا الفرماج اشطر في الدماغ ديالو فرح وعجبو الحال وقال بلي هادشي زوين خاصنا نبقاو نعاودو المره الجايه، الا شفتي الباب تحل والصوت تسمع دير لا روتين باش ناخذو داك الفرماج. دونك هي هادي البوكل ديال العاده، يعني في ان فوا تحل الباب تسمع الصوت غادي ندير واحد الروتين، غنمشي نتحرك باش نقلب على الفرماج غناكل الفرماج غيعجبني الحال غيتفرز الدوبامين، دونك المره الجايه ان فوا غنشوف عاوتاني الباب تحل غادي ندير لا روتين، وكتبقى غادا بحال هكا في واحد البوكل. دونك هكا اكتشفوا هاد الحلقه ديال العاده. ولكن الحاجه اللي مهمه بزاف في هذيك الملاحظه الثانيه هي انه في الاول كان الفار حتى كيوصل لا ريكومبونس عاد باش كتكون عنده الرغبه باش انه ياكلها، ولكن مع المده الرغبه ولات في الاول، يعني هو ولا ان فوا كيشوف الديكلونشور اللي هو الباب تحل الصوت تسمع اوتوماتيكمون ولا كيدير ولات عنده واحد الرغبه في لا ريكومبونس، داكشي علاش كيدير ديك لا روتين. يعني راه الناس اللي كيقراو لونغلي ولا الناس اللي كيمشيو كيترينو وكيرجعوا هذه واحد العاده راه ماشي حيت كيعجبهم يترينيو،
راه ما كاينش شي واحد اللي كيعجبو يتريني ويهز الثقل، راه حيت عندهم واحد لا ريكومبونس في الاخر اللي عندهم الرغبه فيها، داكشي علاش كيتريني. ولا شي واحد مثلا كيقرا لونجلي راه ماشي عاجبو هذاك الفد ديال انه يبقى يزير راسو ويبقى يقرا ويبقى يحفظ ويبقى يدير داكشي، لا حيت كاينه واحد لا ريكومبونس في الاخر اللي عنده الرغبه فيها، داكشي علاش اشاك فوا تيدير هذيك لا روتين ديال انه يقرا لونجلي. دونك هاد لا نوسيون ديال الرغبه مهمه بزاف. العاده ما كتولي عاده حتى كتولي عندك واحد الرغبه في واحد المكافاه في الاخر هي اللي كتخليك انك دير داك لا روتين. ما حد انك لاكسيون كتبقى غير كتعاودها وما عندكش واحد الرغبه في واحد لا ريكومبونس فراك كدير غير واحد الفعل متكرر ماشي عاده، وهذا هو الفرق بيناتهم حيت كاين بزاف ديال الناس اللي كيخلطوا بيناتهم. دونك كنتمنى تكون استفدتي من لا فيديو ديال اليوم. الا كنتي باغي تمشي بعيد وكان عندك المشكل ما كتعرفش كيفاش انستالي واحد العاده، كاينه واحد لا فورماسيون ترانسفورم يور لايف يوزين ذا باور اوف هابيتس، تقدر تدخل اللينك في البايو ديالي تكليكي عليها، الا بان لك باللي ريبون البيزوان ديالك تو بي باسي لا كوموند، ومن ديك الساعه تقدر توصلك لاكسي وتدخل وتبدا لا فورماسيون. دونك تهلا لي فراسك، نشوفو فيديو جديد.